ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في هذا البث المباشر ولقاء متميز ومتجدد مع DXN العملاقة. وهذه الليلة ستكون متميزة بتميز محاضرها الذي سيكون معنا الأستاذ منصور أحمد منصور، بكالوريوس محاسبة ودبلوم صحة، وقد سافر للعديد مع الدول للعديد من الدول مع DXN كمدرب وكأيضا رحلات دولية. الأستاذ منصور جولد دايموند ومدرب معتمد، ومحاضرته في هذه الليلة ستكون حول صناعة مهمة وهي صناعة البيع المباشر، وهو خبير في البيع المباشر منذ 16 عاما. ستكون عنوان محاضرته حول البيع المباشر لا يدرك مداه إلا الأذكياء. الأستاذ منصور يعني خبير ويعني في هذا المجال وصاحب معلومات طويلة وعظيمة سيتحفنا بها. حياكم الله أستاذ منصور، نورتمونا وشرفتمونا في هذه الليلة. هل أنتم معنا أستاذ منصور؟ نعم معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا، وشكرا لك أخي أبا عبد العزيز على هذه المقدمة الرائعة. أشكر جميع الحضور، أتمنى لكم إن شاء الله تعالى وقتا ممتعا معي في محاضرتي المتواضعة بإذن الله تعالى، ونرجو الاستفادة للجميع. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى راح نبدأ ببداية، وهي ألا وهي الخلفية التاريخية للبيع المباشر. هذه الأرقام بإذن الله تعالى سترينا مدى قوة هذا البزنس والذي نحن فيه، ولذلك أحضرت لكم بعض الإحصائيات والأرقام التي تتكلم عن قوة هذه الصناعة العظيمة. مثل ما شايفين يا إخوة، حتى نرى السلايد كاملاً، هذه الصناعة بدأت منذ أكثر من 100 عام، ثم تطورت إلى أن وصلت لهذه اليوم ونحن في عام 2020. الإحصائية المتوفرة عندي حتى عام 2019. من 2009 مثل ما شايفين المبيعات التي وصلت لها شركات البيع المباشر في سنة 2009 $117 مليار، في 2010 $132، وهكذا في صعود مستمر إلى عام 2019 والتي بلغت $200 مليار، والمليار كما تعلمون 1000 مليون، 1000 مليون. فمبيعات البيع المباشر في تصاعد مستمر منذ عام 2009 مثل ما تشير هذه الإحصائيات إلى 2019، ولذلك إحصائية 2020 لحد الآن لم تخرج بسبب أن احنا لم نكمل عام 2020. الآن عام 2025 متوقع أن تصل هذه الصناعة يا إخوة يا أخوات إلى $520 مليار، رقم كبير، رقم خيالي، لكن الـ 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 الأهم من ذلك كم الحصة السوقية للدي اكس ان من الـ520. والسؤال الأهم أيضا، كم حصتك أنت يا قائد وأنت يا قائدة من الـ520 مليار؟ ننتقل للشريحة الثانية.
الآن هذه الشريحة نرى بأن الدول المتقدمة في صناعة البيع المباشر الصين. الصين ولأول مرة تصل مبيعاتها إلى 35.73 وتقود العالم في صناعة البيع المباشر، ثم تليها بعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بمبيعات بلغت 35.35 بليون دولار، ثم كوريا بلغت مبيعاتها 18.0 بليون، ثم ألمانيا واليابان. نجد يا إخوة يا أخوات بأن هذه الدول هي اقتصادياً تعتبر من أقوى دول العالم، وهي كنجاح أيضاً تعتبر أو من الدول المتقدمة في البيع المباشر. هذه الشريحة ترينا الآن من سنة 2009 حتى 2019، من 2009 إلى 2019 حجم المبيعات في البيع المباشر بلغت تريليون ونصف دولار. هذه حجم المبيعات في خلال العشر أو الأحداعش سنة الماضية. 600 بليون دولار تم توزيعها للأعضاء. 600 بليون، رقم كبير، رقم خيالي. هذه الأرقام يعني من الصعب أن تكون حصة الناس العاديين في التجارة العادية. هذه الأرقام لا يمكن أن تكون إلا في صناعة البيع المباشر. متوسط المبالغ التي يتم دفعها للأعضاء، هذه الشريحة أيضا سنة 2018 192 مليار دولار حجم المبيعات العالمية في البيع المباشر. 80 بليون تم توزيعه على الأعضاء بنسبة أو بمبالغ 200 أو أكثر من 200 مليون دولار للأعضاء بصورة يومية. بصورة يومية يتم توزيعها على الأعضاء. هذه الإحصائية تشير أن 48 من الشركات كان لديهم نمو بنمطية إيجابية عام بعد عام. النقطة الثانية، شركتين من أفضل 10 شركات على المستوى العام ارتفعت مبيعاتها خلال عام 2019. 6 شركات ارتفعت أرباحهم بمقدار 100 مليون دولار خلال عام 2018 و2019. الشركات التي احتلت المرتبة من 11 إلى 25 من بينهم 7 شركات حققت نمواً في مبيعاتها وأرباحها. الشركات التي احتلت المرتبة من 25 إلى 50 من بينهم 15 شركة حققت نمواً في مبيعاتها وأرباحها. هذه الشريحة تشير إلى أن 25% من الأعضاء الموجودين في البيع المباشر من الرجال، و 75% هم من العنصر النسائي. الآن التركيز المفترض، يعني هاي الإحصائية شو تعطيني؟ يعني شو أستفيد؟ شو اللي أنا راح أستنتجه؟ إن التركيز يجب أن يكون على العنصر النسائي أكثر مما أن يكون على الرجال، كونهم أكثر نجاحاً عن الرجال وأنسب لهذه الصناعة. الآن هذه الإحصائية أيضاً تشير إلى أن الناس الأكثر نجاح بالأعمار، نجد أن من عمر 35 إلى عمر 44 يشكلون 26% من عدد الأعضاء المنتسبين للبيع المباشر، ثم تليهم بعد ذلك الأعمار من 45 إلى 54 عام.
وبعد ذلك من الأعمار 25 إلى 34 اللي هم يشكلون فقط 19%، ومن أعمار 55 إلى 64 عفواً يشكلون 7% من الأعداد المنتسبة للبيع المباشر. وبالتالي المفترض أن احنا اليوم نركز على شيء يسمى بقانون باريتو اللي هو 80-20، بدل ما نركز على أعمار اللي هم أقل عن 25 أو أعلى عن 65، فيجب أن يكون التركيز على الثلاث شرائح هذه. الآن حجم المبيعات في البيع المباشر كانت منها الويلنس الصحة مثلت 34 بليون دولار، الكوزمتكس اللي هي العناية الشخصية مثلت 32 بليون، الهاوسهولد اللي هي منتجات المنزلية مثلت 11 بليون، 7 بلايين مثلت الألبسة والإكسسوارات، الخدمات المالية 4 و 3 بليون مثلت العناية المنزلية إلى آخره. الآن من الشريحة هذه نستفيد إن معظم المبيعات أو النسب العالية كانت في شغلتين، الويلنس اللي هي الصحة والكوزمتكس. الجميل بأن DXN هي في المجالين هذين، مجال الويلنس ومجال الكوزمتكس والبيرسونال كير. فإذا احنا مع الشركة المناسبة، مع الشركة الجديرة فعلا بالثقة، ومنتجاتها هي الأكثر طلبا والأكثر يعني استخداما لدى شعوب العالم. الآن نبدأ بهذه، كانت بس مقدمة حتى تكون قراءة صحيحة خاصة للأخوة والأخوات الجدد والذين يريدون الانضمام لهذه الصناعة الفريدة من نوعها. البيع المباشر، هذا عنوان المحاضرة، البيع المباشر لا يدرك مداه إلا الأذكياء. وكنت قاصد في معنى مداه، مداه بمعنى إن مداه أين سيكون بعد عام أو بعد 10 أعوام، إلى أي دولة ممكن أن تكون لي أو يكون لي أعضاء، إلى أي جيل ممكن أن تصل شبكتي، إلى من سيصل من أبنائي هذا الخير الكبير. فهذا هو المقصد من مدى. يقول هذا الرجل إن الناس الأذكياء دائما يبحثون عن النتورك، أما الأناس العاديين أو الأشخاص العاديين دائما يبحثون عن الوظيفة. ولذلك الشخص الذي يتخرج من المدرسة أو الجامعة مباشرة يعد السيوي لنفسه حتى يقدم على وظيفة، لكن الأذكياء يبحثون دائما عن بزنس وعن أعمال حرة. يقول نابليون هيل في كتابه: كل الأثرياء بدون استثناء قاموا بعمل نتورك. ماذا نعني بالنتورك؟ إذا امتلك شخص ما محطة وقود أو سوبر ماركت أو مطعم أو إلى آخره، هل ستعتقدون بأنه يصبح أو سيصبح ثري؟ الإجابة لا طبعا. ليش؟ لماذا؟ لأنه باختصار هو راح يخدم شريحة بسيطة جدا، شريحة يحدها جغرافيا تكون محدودة، وبالتالي الخدمة التي سيقدمها لأناس معدودين، وهذا السبب أنه لن يصبح ثريا. حتى يصبح ثري عليه أن يكون شبكة من سوبر ماركت، شبكة من مطاعم، شبكة من محطات وقود، وبالتالي بعد ذلك سيصبح ثري. الآن هناك شيء أو هنالك شيء واحد فقط
منحنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالتساوي، ما هو؟ هو إنه الوقت. الكل لديه 24 ساعة. بيل غيتس عنده 24 ساعة، سين من الناس أيضا عنده 24 ساعة. بيل غيتس لن يستطيع أن يشتري ساعة واحدة بأمواله الطائلة. الإنجازات تقاس تحقيقها بالأزمنة، بالوقت. كلما استثمرنا أوقاتنا بما هو مفيد، كلما زادت فرصنا من النجاح. الناجحون يستثمرون أوقاتهم، الطالب الناجح يقضي أوقات طويلة في البحث والمذاكرة، التاجر الناجح يقضي طول يومه في تجارته، الطبيب الناجح كذلك يكرس أوقاته في عمله. استثمارك لوقتك يعطيك نجاح لكن محدود. كيف لنا تحقيق نجاحات بلا حدود؟ استثمارك لأوقات الآخرين يعطيك نجاح بلا حدود. كيف ذلك؟ من خلال العمل الجماعي. Team work makes the dream work. Team بمعنى together everybody achieve more، اللي هو الكل مع بعض ينتج بصورة أكبر. دائما واحد زائد واحد لن يكون اثنين، لن يساوي اثنين، هو أكبر من رقم اثنين. دليل من القرآن كثير، الحج، الصلاة، الصوم، كل هذه أعمال جماعية. الإنجازات العظيمة لن تتحقق بالعمل الفردي، مستحيل. هذا البرج الرائع، برج خليفة حفظه الله، لم ينجز من قبل فرد واحد، وإنما تكاتفت وتضافرت الجهود حتى اكتمل هذا الصرح العظيم. يقول السيد جون ماكسويل، رقم واحد من الأرقام الصغيرة جدا والتي لا يمكنها أبدا تحقيق الإنجازات العظيمة. أما جيم رون يقول، إذا اتفق اثنان على عمل، على إنجاز عمل ما، فليس بعد ذلك شيء اسمه مستحيل. أهم ما يميز البيع المباشر عن غيره من الأعمال إنه عمل لا يقبل ولا يثمر ولا يتطور ولا يرتقي ولا يعترف بالأعمال الفردية، وهنا تكمن روبرت كيوساكي الناس إلى، وقسمهم إلى أربع فئات. فئة الإمبلويز اللي هي فئة الموظفين، هذه فئة الموظفين، وهذه الفئة يقول عنها إن هي تستبدل جهودها وأوقاتها في كسب المال، الموظفين من خلال وقته وجهده يكسب المال. أما فئة الإس سيلف إمبلويد، فهذه فئة تعمل لنفسها لكنها لا تحصل على إجازة طويلة، لن تستطيع أن تترك تجارتها لوقت طويل. أما الفئة الأخرى التي هي تندرج تحت فئة الريتش داد، البي والآي، هذه الإي والإس تندرج تحت مسمى الأب الفقير. فئة البي ليش هي بيج بزنس؟ لماذا هي بيج بزنس؟ لأنها باختصار هذه الفئة يعملون لها الآخرين، الناس تعمل من أجلها. أما فئة الآي فهي فئة الانفسترز، الأموال تعمل من أجلها. هذه الفئة 98% من هذه الفئة يكونون الأموال. أما فئة الريتش داد 2% هم الذين يمتلكون الأموال.
فئة البور داد هي فئة أكتيف، بمعنى عندما تعمل تحصل. أما فئة الريتش داد هي فئة الباسيف، لا تعمل لكن أنك أنت تحصل وتجني الأموال. هذه الفئة تعمل من أجل الحياة، من أجل أن تعيش security. أما الفئة الأخرى فئة الريتش داد فهي تعمل من أجل الحرية المالية. The best business of 21st century، البيع المباشر أفضل تجارة للقرن 21، كتبه السيد روبرت كيوساكي. السؤال هو الآن، كم هنالك من تجارة موجودة لكن هذا الرجل اختار البزنس اللي هو البيع المباشر ليكن أفضل تجارة للقرن 21؟ وفي ذلك سر يا إخوة يا أخوات. البيع المباشر بناء أولاً ثم عطاء بلا حدود آخراً. فدائماً كما تعلمون أن في السنة الأولى تكون هنالك جهد عالي، نفس ما شايفين الجهد يكون كبير في السنة الأولى لكن الدخل متواضع جداً، وبعد مرور السنة الثانية والثالثة والخامسة والسابعة نجد أن الجهد يقل وكاد أن يكون صفراً لكن الدخل يكون عالي جداً، وهذا هو جمال البيع المباشر. نقارنها الآن بسيطة بين البزنس الخاص في الدي اكسن والبزنس اللي هو التراديشنال التقليدي. وجه المقارنة الآن إن لكل بزنس يحتاج إلى رأس مال، فنجد أن في الدي اكسن رأس المال صفر، بينما في أي بزنس آخر يحتاج الإنسان أن يستثمر بين 300,000 و 500,000 درهم. الآن المخاطر دائما ترافق البزنس والاستثمار. نجد إن 70% من 50 إلى 70% نجد إن الشركات تخسر هذه الأموال التي استثمرتها، بينما لا توجد مخاطر في البيع المباشر. يصاحبه ضغوطات نفسية؟ نعم، في البيع في البيع التقليدي هنالك ضغوطات، قد يخسر الإنسان ويخسر تجارته، لكن في البيع المباشر لا توجد ضغوطات لأن لم تستثمر أو لم يستثمر الإنسان أي مبلغ في العمل الـ DXN أو البيع المباشر. ساعات العمل متوسط ساعتين ممكن يكون في اليوم، لكن في البيع المباشر في التجارة العادية تحتاج من 10 إلى 12 ساعة يومياً. التكلفة التشغيلية، يعني بعد الاستثمار أيضاً هنالك تكاليف أخرى من إيجار إلى مصاريف أخرى، متوسطها قد يصل إلى 10,000 شهرياً، بينما التكلفة التشغيلية في الـ DXN صفر. فترة استعادة المبلغ نفس الوقت، لكن فترة استعادة المبلغ في أي تجارة أخرى قد يستغرق سنوات طويلة. متوسط الدخل للأشخاص الذين هم أخذوا هذه يعني المهنة بجدية وعملوا بجهد وأتقنوا هذه المهنة، ممكن أن يصل إنسان ويصل إلى مبالغ كبيرة من 20 إلى 25 ألف درهم في خلال الخمس سنوات الأولى. أم في البزنس العادي قد يكون الرقم أيضاً متشابه. التوسع يتحقق في الدي اكسن تلقائي، لكن التوسع في البزنس التقليدي يحتاج إلى استثمار وجهد من جديد. العائد من النجاح في الدي اكسن يشمل الآخرين، لكن العائد من النجاح في البزنس التقليدي يقتصر على الشخص صاحب الشركة أو صاحب البزنس. مصيره بعد فناء الإنسان ينمو ويورث، ولدينا الحمد لله الكثير من الحالات، لكن في البزنس العادي غالباً يتوقف. أيهما
أفضل برأيكم؟ هذه يا أخوة يا أخوات شجرة تسمى البامبو تري، شجرة عجيبة وفيها دروس سبحان الله ممكن الإنسان يستفيد منها. هذه الشجرة تحتاج إلى رعاية بعد الزراعة لمدة 5 سنوات، يعني السنة الأولى لن نجد شيء يخرج من الأرض، لا السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، في بداية السنة الخامسة تبدأ هذه الشجرة بالخروج من فوق سطح الأرض، ثم تنمو بشكل يعني كبير جدا، تصل 80 فوت أو 80 قدم في فترة زمنية 6 أسابيع، لدرجة أن يقال أن نموها يلاحظ، ممكن الإنسان يشوف نمو هذه الشجرة. الآن الدرس المستفيد يا إخوة، أنا أشبه البيع المباشر بنمو هذه الشجرة. البيع المباشر قد لا نرى نموه في أول سنة أو أول سنتين أو 3 سنوات أو 4 سنوات، ولذلك لابد يا إخوة يا أخوات من الصمود، لابد أن نصمد، لابد أن نأتي يعني فعلا فيها خير كبير بإذن الله تعالى. فأحيانا النجاح يستغرق وقت، ولذلك لابد من مواصلة منا حتى نكون قادة ناجحين، يحتاج منا رؤية الشيء، vision، نرى، ندرك قوة هذا البزنس. يعني أنا شخصيا لا أرى إلا سبين في عدم الانضمام لهذا البزنس الكبير. السبب الأول أن الشخص هذا دخله كبير جدا وعنده تجارة الخاصة ولا يرى أو لا يلتفت لهذا النوع من البزنس. السبب الثاني الآن وهو الأكثر شيوعاً، إن هذا الشخص لم يدرك قوة هذا البزنس. ولهذا أنا تعمدت اليوم إن أبدأ بهذه الإحصائيات وهذه الأرقام حتى تتضح للآخرين بأن هذا العمل ليس عملاً بسيطاً، عمل كبير. يعني اليوم 200 مليار دولار شهرياً تدفع الشركات للأعضاء على مستوى العالم، مو بشيء بسيط جدا. أنا ما أعتقد أن هذا الشيء يكون إلا في البيع المباشر. إذن الرؤية، رؤية الشيء مهم جدا، أن أرى كيف ممكن أصبح بعد 5 أو 10 سنوات، هذا مهم جدا. النقطة الأخرى الميشن وهي الأهداف، والنقطة الأخيرة اللي هي القيم. لابد من 3 نقاط هذه تكون أو نلم بها دائما. لابد أن نحن الرؤية لابد منها أن تكبر. يعني لو سألت أي قائد ناجح اليوم في الدي إكسن، لو سألت هل الرؤية أو رؤياك أنت قبل 10 سنوات هي مثلها مثل اليوم؟ الجواب طبعا لا. في مثل يقال if you conceive it and believe it you can حقيقة. الآن الحر أن تضيع السفر يجب أن تكون لجعل هذه
أستاذ منصور، لعل الصوت عندكم، الإنترنت عندكم ضعيف نوعا ما، لأن الصوت منقطع. سيعود معنا الأستاذ منصور، لعل هنالك إشكالية في النت. أتمنى من الأخوة والأخوات الموجودين يكتبوا لي في التعليقات هل يسمعون صوتي؟ الأخوة الموجودين، نعم تسمعون صوتي؟ أيوة نعم أستاذ محسن. أيه. سيدخل معنا إن شاء الله قريبا، لعل هنالك إشكال في النت. ودائما كل يعني شيء مميز في الحياة أكيد يكون وراه يعني عقبات وراه إشكالات، والله سبحانه وتعالى سيوفق. لكن دائما الأستاذ منصور سيدخل، إلى أن يدخل سوف نتحدث على بعض الأشياء اللي ذكرها، يعني قوة البيع المباشر وأهمية البيع المباشر وميزة البيع المباشر. يعني هذه فعلا أشياء تدعو الإنسان إلى التفكر مليا في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة للنجاح. رب العالمين في كتابه الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله يعني نتيجته النهائية هي ماذا؟ دخول الجنة، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالنتيجة المرجوة التي نحن نرجوها من الله سبحانه وتعالى والتي خلقنا الله سبحانه وتعالى أجلها هي النجاح. النجاح الأخروي أيضا في قبله نجاح دنيوي. يعني الآن الإنسان في حتى يكون ناجحا في الآخرة لابد يكون ناجح في الدنيا، ناجح في الدنيا في شتى مناحي الدنيا، طبعا حسب إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن هنالك إرادتان، إرادة بشرية وإرادة أخرى هي الإرادة الربانية. طبعا المفروض نقول أولا الإرادة الربانية ثم الإرادة البشرية، لكن الآن كنفس بشرية نحن دائما مع أنفسنا سبقت يعني سبق لي ذكر إرادتنا الشخصية. إراداتنا هي مختلفة عن إرادات الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى خلقنا لأمور معينة، ولهذا جاء الدين يعني الدعوة إلى النفع، نفع الإنسان نفسه ثم ينفع بعد ما ينفع نفسه ينفع مجتمعه، طبعا يبدأ بالأفراد يعني اللي هم اللي معاه ثم المجتمع بكبره يستفيد، ثم عندنا الاستفادة العامة للدولة اللي هو يسكنها. فالنتيجة المرجوة النهائية هي استفادة الناس كلهم. يعني Mr. Mansoor, can you hear me? Please switch on your mic. الأستاذ منصور على ما يبدو أنه دخل، فالحمد لله يعني كل ما كان يتحدث حوله هو النفع، وهذا الذي هو موجود في البيع المباشر، نفع الناس كلهم. أستاذ منصور هل أنتم معنا؟ لا، بس نكمل الى ان يدخل الاستاذ منصور. فالنتيجه النهائيه التي يعني يرجوها الانسان ويريد الانسان نجاح، فهذا النجاح الدنيوي لا يتاتى للانسان الا من خلال ماذا؟ من خلال نفعه لنفسه في هذه الدنيا ثم نفعه للاخرين. هذه الصناعه، صناعه البيع المباشر، يعني فعلا تحمل رساله ساميه، وممكن من خلالها للانسان ان يغير حياته الشخصيه الصحية والمالية وكذلك العلمية وكذلك يعني فيما يتعلق بتطوير الذات من خلال هذه الصناعة. وهذا ما وجدناه في DXN الحمد لله. يعني أنا لي الحمد لله الآن 14 سنة
كثير من الأخوة صار لهم سنوات أكثر، فما شاء الله يعني الواحد فعلا وجد في هذه الصناعة نفسه، ووجد في هذه الصناعة ما كان يريده. نريد التطوير، نريد التغيير، نريد الصحة ونريد المال، لأن كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالآن يعني إذا عندك صحة وما عندك مال ما عندك شيء، وإذا عندك مال وما عندك صحة كذلك ما عندك شيء. يجب أن يكون عندك توازن في الأمرين، يجب أن يكون الأمران عندك حتى تنعم بحياة جيدة. فيعني الذي كان يشرحه الأستاذ منصور، Mr. Mansoor, can you hear me? Yes, yes. أيوة دخل منصور، فليكم الأستاذ منصور. بس دقائق إن شاء الله أضبط الجهاز. نعم طيب. فيعني الأستاذ منصور جزاه الله خير كان يتحدث حول صناعة البيع المباشر وقوتها. وجدنا في البداية الإحصاءات العالمية كيف أنها من 2009 إلى 2019 صعود كبير، وأيضا بعد ذلك يعني تدرج إلى المميزات التي هي موجودة في البيع المباشر، وأيضا يعني في العمل التقليدي والعمل الفردي والوظيفة العادية، وكذلك الآن الصناعة اللي هذه صناعة البيع المباشر ومميزاتها العجيبة والعظيمة التي هي موجودة فيها. فحق لنا حقا يعني أن نستفيد بشكل صحيح. نحن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإذا الإنسان بيعمل له شيء يا إما أنه يتقن ويا إما أنه ما يدخل، يعني ما في والله بين بين. واحد بيقول لي والله نص نص بنشوف نحن بنجرب، لا يا أخي ادخل بكل قوتك. يعني إذا عرفت هذه القوة كما هو يعني إذا عرفت فلزم، إذا عرفت قوة الصناعة هذه ومميزات هذه الصناعة إذن إلزم هذه الأشياء القوية، التزم بها، علمها نفسك، علمها غيرك، علمها مجتمعك حتى تكون فردا نافعا. يعني هذه النهاية المرجوة، خير الناس أنفعهم للناس. يعني لاحظوا معي النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس بشكل عام بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن كل الأمور. فجزاك الله خير أستاذ منصور، حقيقة أتحفتنا جدا بهذه جزاك المعلومات. الله خير. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، نحن في شوق للاستماع. شكرا على هالمداخلة الطيبة والسريعة، أنقذتني. شكرا لك، شكرا لك. نكمل إذن، نكمل لجعل هذه الرؤية حقيقة يا إخوة، لابد من ترجمتها لأهداف. وقلنا هنالك أهداف حقيقية لابد أن تكون لأي إنسان ناجح، لا يخلو شخص من أن تكون له هذه الأربع أهداف اللي هي أهداف علاقات، تسمى بالأهداف. تكون لك أهداف كيف تطور علاقاتك مع الآخرين، relationship، وكيف أن تعد نفسك أيضا، الإعداد. وكلما قويت علاقتك بالآخرين كلما هم يعني قبلوا دعوتك، قبلوا الدعوة للدي اكس ان، وقبلوا أي دعوة تدعوهم. لا يمكن اليوم أن تضم شخص للدي اكس ان علاقتك ليست جيدة معه، لا يمكن أن تكون. فإذا لابد قبل أن نطرح موضوع الدي اكس ان لأي شخص لابد أن تكون هنالك علاقة ثقة بيني وبين متبادلة. الأمر الآخر قلنا الإعداد، أن أعد نفسي كيف أدعوه، أن أعد نفسي كيف أعرض له هذه الفرصة، أن أعد نفسي كيف أدربه، أن أعد نفسي كيف أمكنه، بمعنى أن أتواصل معه، أعطيه التدريبات اللازمة، ومن ثم كيف أن أستنسخه ليصبح قائداً. الاتيتيودز اللي هي الأفكار، كيف أن تكون لي أفكار جيدة، الأفكار أو المواقف الجيدة. ولذلك إذا أصبحت أن تكون لك أفكار جيدة لابد أن تمشي أو تصاحب ناس أفكارهم ممتازة. وأخيراً الليدرشيب اللي هي أن تكون لك قدرات في القيادة، كيف تدرب، كيف تصنع قادة. هذا الأمر الآن راح ينعكس على الدعوة والاستقطاب. فإذا كانت علاقتك ممتازة الناس اللي تدعوهم راح يستجيبوا لك. إذن الأمر الآخر التميز في العرض، عندما أنا أعد نفسي للعمل هذا
وبالتالي راح يكون هنالك عرض مميز، راح أعرض الأمر بصورة ممتازة جدا. ثم بعد ذلك راح أختم هذا العرض، وهذا مهم جدا، كيف تختم محاضرتك العرض؟ بكلمات معينة وشرحتها أنا لأكثر مرة عن الأنماط البشرية. كل شخص يحتاج أن تختم محاضرتك بعبارات معينة. ثم بعد ذلك صنع قادة ومستهلكين، كيف أنا أصنع قائد إن لم أكن أنا قائد؟ فإذا لابد أني أنا أتميز بأن أكون قائد فعلا، وهذا راح يؤدي إلى الاستدامة، اللي هو الفريق راح يستمر جيل بعد جيل. ولذلك بعض الإخوة عندهم أجيال ممكن تصل إلى 100 جيل، هل هم بنوها؟ هل أنا بنيت 100 جيل؟ الأمر طبعا لا، علي أنا أبني مستوى الأول، الجيل الأول فقط، لكن عندما أبنيه وأمكنه وأدربه الآن، هذا الجيل راح يبني أجيال فيما بعد. النقطة الأخرى اللي هي قلنا القيم، لابد للقادة أن يتحلوا بالنزاهة، لابد. القائد الغير نزيه لا يمكن أن ينجح، ولذلك كثير من الناس بدون ذكر أسماء خرجوا من البزنس. ليش؟ لأنهم كانوا يفتقدون النزاهة، الأمانة، الصدق، العدالة، الاهتمام، التعاون، الإخلاص. كل هذا مهم جدا، وهو أساس لأي عمل، ليس فقط للدي اكسن، لأي عمل هذه الأمور جدا هامة. جئنا الآن إلى هذه الشريحة قبل الأخيرة بإذن الله، جئنا جميعا إلى هذه الدنيا أسوياء، ثم بعد ذلك تغيرت أحوالنا حتى أصبح منا الناجح والفاشل، الغني والفقير، العالم والجاهل، المعافى والمريض. منا من يحطم الأرقام القياسية، ومنا من يحطم نفسه والآخرين. يا ترى ما هو السر؟ هنالك معادلة للنجاح يا أخوة يا أخوات. الناجحون يطبقون معادلة النجاح بصورة يومية، هي عبارة عن خطوات ذكية وبسيطة زايد استمرارية زايد وقت. طيب شو الفرق بين الاستمرارية والوقت؟ ما هو استمرارية يعني وقت؟ لا، الاستمرارية أنك أنت تمارس شيء معين بصورة مستمرة يومياً. إذا كان الأمر يومي يتطلب يومي، فعليك أن تمارسه يومياً. الوقت يشير إلى السنوات، لا يمكن أن ينجح شخص في فترة شهر، يحتاج إلى سنوات. فإذا قمنا بعمل أي عمل كان، سواء رياضة، سواء قراءة كتب، سواء أيا كان، يحتاج منا خطوات بسيطة، يحتاج منا قراءة ليس كتاب كاملا في يوم، بل صفحة أم صفحتين، لكن يحتاج إلى استمرارية ووقت. إذا حبينا نطبق على الدي اكسن وكذلك الأمر، يحتاج منا ساعة في اليوم، لكن على مدى بعيد راح يخلق الآن فارق كبير في النتائج. وختاما أقول، دع الآخرين يعيشون حياة بسيطة أما أنت لا، دع الآخرين يتجادلون على صغائر الأمور أما أنت لا، دع الآخرين يبكون من الآلام البسيطة أما أنت لا، دع الآخرين يضعون مستقبلهم في أيادي غيرهم أما أنت لا. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى. شكرا لكم الحبيب، شكرا لكم أستاذ الحبيب أستاذ منصور، محاضرة قيمة، ودائما أنت تتحفنا ما شاء الله عليك في هذه المعلومات القيمة عن البيع المباشر، يعني تخصصكم، وهذا ما شاء الله يعني دائما منكم نستقرأ قوة البيع المباشر وأهميته والنجاحات التي من الممكن أن نحققها من خلال هذه الصناعة العظيمة. أستاذ الحبيب، إلى أن تأتي أسئلة من الجمهور سواء نعم. من هنا أو من الفيسبوك، ففي كل الجهات نحن متابعون ما شاء الله. يعني
ما أدري أستاذ منصور، أنت شخصياً معرفتك بهذه الصناعة هل بدأت من دي إكسن أو من القراءة والاطلاع؟ طبعاً دي إكسن هي كانت سبب، يعني هي الباعث، هي المحرك، فبدأت من دي إكسن. لكن دي إكسن يعني أعطتني رؤية بعيدة، فجعلتني أبحث في هذا الأمر، وأخذت مني وقت طويل، يعني أخذت سنوات حتى فهمت هذه الصناعة الكبيرة، ولازلت ولحد اليوم أنا أتعلم. نعم ما شاء الله، جزاكم الله خير أستاذنا. أستاذنا يعني في تعليق في الفيسبوك من الأستاذة رشا تقول: ليس كل الناس يستسيغون فكرة البيع المباشر، فكيف ممكن نخرج من هذه الإشكالية مثلا؟ أنا ذكرت في المحاضرة نوعين من الناس اللي ممكن يعني ما يستسيغون كما قالت. النوع الأول قد هو مشغولا في تجارته، وتجارته كبيرة، يعني مو بتجارة بسيطة، تجارة يعني دخل عليه بالملايين. هذا الشخص من الصعب إن نحن نقول له تعال اترك تجارتك وتعال في البيع المباشر. هاي الصنف الأول. الصنف الثاني هو الذي لم يكشف عنه الغطاء، بمعنى آخر إنه لم يرى قوة هذا البزنس. فالكثير من الأخوة الأعضاء يعني يوم بيعرض الفكرة يعرضها ببساطتها، لا، أنت لابد أنك أنت يعني تعرف كيف تعرض الفكرة هاي لشخص بسيط وشخص متوسط وشخص أعلى. فكل واحد من هؤلاء يحتاج طريقة عرض معينة، فهي لابد أن احنا يعني نقوي هاي الأمر عندنا. إذا أنا كنت يعني مثل ما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، إذا أنا ما عندي الإمكانية بشرح هاي الفكرة لا يمكن الطرف الآخر أيضاً يستوعبها. نعم. هل يا ترى أستاذ منصور، هنا تعليق من الأستاذ يحيى النسيمي يقول: أيضاً من الأسباب عبودية الوظائف، فهل هذا أمر صحيح؟ يعني من أسباب عدم اقتناع الناس بالبيع المباشر مثلاً؟ الوظيفة يعني لابد إحنا اليوم أول شيء ندرك مدى الوظيفة، وندرك يعني إلى أين سأصبح مع الوظيفة. يعني لابد أنا يعني تكون عندي القدرة على المقارنة لأي عمل كان، لابد أنا تكون لي القدرة على التقييم. طيب يعني لو الطرف الآخر ما عنده هذه القدرة، لابد أنا أوضح له الفكرة إن أنت ياسين من الناس، طيب وظيفة ممتازة، كلنا كنا موظفين، لكن الوظيفة مآلها إلى أين؟ زين. ولذلك في يعني أنا يعني جاءتني عدد من الاتصالات، معظمها كانت حتى من خارج الدولة، أجانب، قال لي جائحة كورونا كانت سبب ممتاز لرجوعي الدي اكس ان، لأني لم أكن أفهم فكرة الدي اكس ان، لكن خلال كورونا أنا فهمتها. فإذا لابد أن احنا اليوم نوضح هاي الأمر للإخوة ونصبر عليهم، يعني مو بأي شخص يفهم الفكرة من أول يوم يا إخوة، يحتاج إلى وقت طويل حتى يستوعب فكرة البيع المباشر. نعم جزاكم الله خيرا أستاذنا. هذا تعليق من الأستاذ محسن شعلان يقول: هل ممكن أجد سوق أبيع يعني هو يسأل سؤال، يعني هل ممكن أنا أبيع في سوق من الأسواق العالمية مثل موقع علي بابا وغيرها، يعني منتجات ديكسن، خاصة يقول لك مع موقع الشركة الجديد؟ هو ممكن يبيع وممكن يحقق نجاح، لكن نجاح بسيط، لأنك أنت إذا بعت المنتجات في أي من المواقع ما راح تحقق نجاح كبير. النجاح الكبير هو مبني على عملية البيع، النجاح الكبير هو مبني على إعداد قادة. القادة هؤلاء راح يبنوا لك قادة، وبالتالي الشبكة راح تتوسع، والمبيعات راح يعني ترتفع وتصل إلى ملايين.
أما من خلال البيع ممكن تحقق نجاح، لكن نجاح جدا جدا بسيط. فإذا أردت نجاح كبير ابني قادة. أول قبل ما تبني القادة لابد أنت تكون قائد. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سؤال من الأستاذ براء، ما أدري هل الأستاذ براء أو الأخ براء، لأن الاسم هذا يستخدم للرجال نعم. والنساء. السؤال يقول أو المداخلة تقول: كيف نقنع الآخرين ومعظمهم يعتقدون أنها منتجات رفاهية؟ حلو زين. القناعة أول شيء لابد أنا تكون لدي خلفية عن هذا الشخص اللي أريد أن أدعوه للدي أكسن. وقبل ما تكون عندي خلفية عنه لابد يكون عندي أيضا بيني وبينه في ثقة متبادلة. يعني اللي صاير الآن إن الناس تدعو الآخرين من خلال أول لقاء، وهي الخطأ اللي يقع فيه معظم الناس. بداية لا تذكر DXN ولا تذكر البزنس ولا تذكر أي شيء، ابني بينك وبين علاقة، ثم بعد ذلك ادرس شو هو تفكيره، يعني افهم شو توجهاته هو. هل هو يميل للنواحي الصحية؟ هل هو يحافظ على صحته؟ هل يمارس الرياضة بشكل يومي؟ فإذا أنا راح أتي له من هذا المبدأ. هل هو يبحث عن دخل إضافي؟ كل هاي الأسئلة لابد أنا أجيب عليها من خلال تقييمي، أنا أسميه تقييم أولي. تقييم أولي للشخص لابد أنا أقيمه شخصياً وأعطيه درجة، ومن خلال هذا التقييم بعد ذلك أدعوه بالشيء الذي هو يهتم فيه. لذلك لابد يكون محدد جداً، الحاجة اللي راح يعني أكلمها فيها تكون محددة وليست عامة. ولابد أيضا من قراءة يعني فهم الأنماط الناس، أنماط البشرية. كل شخص يعني فيه له نمط معين، كلمات معينة يستجيب لها، عبارات معينة يعني يستمتع ويستجيب لها. وضحت؟ وهذا أيضا أستاذنا سؤال من الأستاذة مروة أبو القاسم، تقول: حتى أستطيع تكوين فريق، هل أشتري ثم أبيع المنتج يعني حتى أجذب اللي ينضمون؟ لا، أول شيء لابد أني أنا أستخدمه بنفسي. يعني أول خطوة، الخطوة الأولى وهي تعتبر من أهم الخطوات، أنا مع المنتجات ومع الشركة. هذه خطوة مهمة، وهي الخطوة يعني قد تأخذ وقت، ممكن شهر أو شهرين أو أكثر. أنا اليوم إذا فقدت الثقة في المنتج أو في الشركة أو في نظامها راح يكون عندي عائق. هذا العائق لا يمكن أن يعني يتركني في النجاح. يعني دائما راح يكون عندي مشكلة في دعوة الآخرين. إذا أنا شاك إن هاي المنتجات قد تضر بنسبة 1%، هاي 1% مشكلة بالنسبة لي. إذا كان عندي شك 1% بأن هاي الشركة ممكن تفلس في يوم من الأيام، فراح تكون عائق. فإذا أول خطوة أنا أشتغل على نفسي. الآن الخطوة الثانية لابد إني أشرح للآخرين قصتي أنا الشخصية مع ديكسن، وليس بيع منتجات. أشوف شخص قريب لي، قريب في الفكر وليس قريب في النسب. أقول له شو قصتي وشو استفادتي مع ديكسن. فإذا القصص هذه قصص جدا مهمة، ولذلك دكتور ليم دائما دائما في معظم محاضراته يتكلم عن قصصه هو مع الناس. جزاكم الله خيرا استاذنا. استاذنا انتم ذكرتم معلومه رائعه جدا حقيقه، هذه المعلومه بالنسبه لي او هذه الكلمه بالنسبه لي اول مره اسمعها، لما ذكرت شخص يكون قريب منك فكريا
وليس نسبيا. صحيح. يعني لو تعطينا توضيح أكثر في هذه الناحية. شوف دائما إذا عندك فكرة، فكرة معينة لا تقول لها لشخص أفكاره بسيطة لأن راح يقتل أفكارك. لابد تقول لشخص مستواه بنفس مستوى تفكيرك، فهو الذي راح يشجعك وراح يضيف لك شيء، أما الشخص اللي هو أقل راح يحبطك. ولذلك لو تعرف اثنين من الناس، أوكي، تعرف اثنين من الناس لكنهم أصدقاء وصداقتهم قوية جدا، تقدر أنت تخمن أمور كثيرة في حياتهم. تقدر تقول والله هذيل الاثنين ماليا تقريبا متشابهين، صحيا تقريبا مثل بعض، ثقافيا علميا تقدر تقول قريبين جدا. ليش؟ لأن إذا كانت الأفكار واحدة، القرارات راح تكون واحدة، الأفعال راح تكون واحدة، النتائج راح تكون واحدة، الحياة بشكل عام راح تكون واحدة. فإذا لابد إن يعني تعطي الفكرة، فكرة أي فكرة نجاح لابد تكون لك قراءة لهذا الإنسان، هل هو الإنسان المناسب لهذا العمل أم لا؟ لا تعرض هذا البزنس على أي واحد، لابد من الاختيار. ولذلك الناجحين في الدي اكسن نقطتين بس، ركز انك انت تختار صح، اذا اخترت صحيح ثم دربت صحيح راح يكون عندك نجاح بلا حدود. بس اذا اخترت خطأ، شخص غير مناسب، يوم بتيب تدربه ما راح يكون هو الشخص الصحيح، وبالتالي ما راح يكون نجاح. والعكس، إذا أنت اخترت شخص صحيح لكن لم تدربه بصورة صحيحة أيضاً ما راح يكون نجاح. بارك الله فيكم أستاذنا. أيضاً هذا سؤال من الدكتور صلاح الحيضاني، يقول هو لدي سؤالين حقيقة. نقول السؤال الأول: كيف أعرف أنني وضعت خطة صحيحة وأنني مستمر على الطريق الصحيح؟ يعني ما هي المعايير التي من خلالها أستطيع أن أقيم نفسي باستمرار؟ إذا وضعت خطة قيس نتائجها. إذا أنت وضعت خطة للشهر الماضي قيس نتائجها في هذه الشهر، هل هي حققت النتائج؟ إذا ما حققت، الآن عندك أمرين: أما الخطة اللي عندك غير صحيحة فعليك أن تغيرها، هي أمر واحد، أو أنك أنت ما يالس تطبقها، أو يالس تطبقها لكن قلنا في نهاية الشريحة ما في استمرارية. فإذا من هاي الثلاث أمور تقدر تعرف أن خطتك صحيحة أم لا. جزاك الله خيرا. أيضا هذا سؤاله الآخر الدكتور صلاح، يقول بعض الناس يقولون أن من أفضل طرق شرح الخطة المالية للآخرين هو أن أبدأ معهم بتوضيح الصورة الكلية للخطة، مثل أن أذكر له علاوات القيادة ومشاركة الأرباح وحافز الأداء للنجم الماسي، ثم بعد ذلك أوضح له كيف يصل للسبعة وثلاثين وأبدأ بالشرح من البداية. ما رأيك؟ هذا أنا بوجهة نظري الخاصة أنا أشوف خطأ كبير. أنا شخصيا لم أعرض الخطة التسويقية لأي شخص جديد. أنا متمكن أني أشرحها الحمد لله، لكن ما قد سبق أني شرحت خطة DXN لشخص صار للشهر أو شهرين. ما يحتاج، لأن راح يتعقد. هو الآن مو بحاجة إلى التفاصيل الدقيقة كيف الشركة تدفع العمولات، مو بحاجتها. هذه التفاصيل الدقيقة يحتاجها في الإعداد، في إعداده فيما بعد. نعم، جزاك الله خير أستاذنا. وأيضا هذا سؤال من الأستاذ شادي المنسي من الأردن، يقول ما هي نصيحتك للأخوات اللي ما يطلعون من البيت فيما يتعلق بالنجاح في DXN؟ يعني والله هذا السؤال المفترض تسأل الأخوات أو تجاوب عليه الأخوات، لكن راح أجيب عليه. اليوم خلنا نقول السوشيال ميديا والزوم ميتينج والأدوات اللي لم تكن موجودة قبل 10 سنوات كلها متوفرة اليوم.
فالتقنيات الموجودة تغنيك أنك أنت اليوم تذهب للشركة، فاستخدامك للتقنيات هاي وتطويعك لهاي التقنيات تحقق نجاح كبير لك. يعني احنا عندنا اخوات ما شاء الله لم يزرنا المكتب ممكن في الشهرين او ثلاث شهور، لكن حققنا نجاح كبير جدا. فالعائق ليس عائق الخروج من المنزل، العائق عائق الفكر. نعم، بارك الله فيكم. وهذا السؤال ايضا لعلي احوره، يعني الأستاذ نواف من السعودية يقول فيما يتعلق ببعض الناس المجادلين يعني عن المنتجات، يقول لك فيها زيوت وفيها ما أدري إيش، ولا مكتوب على المنتج أنه لا ينفع لكذا ولا ينفع لكذا، فما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ والله نصيحتي ابتعد عنهم، أنا شخصيا ابتعد. أي واحد يشكك في المنتج ويدور أشياء يعني مثل ما تقول أشياء دقيقة جدا وممكن ما يسأل عنها في أمور كثيرة، لكن لما تيجي على منتجات دي إكس إن فيحاول أن يطلع عيوب فيها، هذا أنا ما أعور رأسي وياه. ولذلك جيمرون هذا الشخص يقول إن في ناس متفاوتة، وهو يعني شبه الناس بالأراضي، في أراضي خصبة وفي أراضي ممكن تعطيك يعني محصول 50%، وفي أراضي صبخة أو صلبة جدا ممكن ما تعطيك ولا محصول. فوين لابد أنت تركز على الأراضي الخصبة، فلا تضيع وقتك، ركز على الناس الإيجابيين. جزاكم الله خيرا أستاذ منصور، وهكذا انتهت جميع الأسئلة التي طرحت سواء هنا أو على الفيسبوك. استمتعنا معكم كثيرا أستاذنا الكريم. وأنا كذلك أخي أبو عبد العزيز، شكرا لكم، شكرا للمشاهدين جميعا، ونراكم بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيكم، حياكم الله جميعا.